Good afternoon. 100 يوم حتى الثالث من نوفمبر هذا العام. مرشحان كهلان يتجاوز كل منهما عامه 70. يختلفان حول السياسة والاقتصاد وحتى القضايا الاجتماعية. دونالد ترامب وجو بايدن. وسباق محموم نحو البيت الأبيض. يستفتى الشعب الأمريكي على من يقود البلاد. يتقدم جو بايدن الخصم الديمقراطي باستطلاعات الرأي. يتراجع سيد البيت الأبيض دونالد ترامب الجمهوري حتى في معاقله الجمهورية. هناك 100 يوم على الانتخابات، وهي وقت طويل لمحاولة أن يقلب ترامب الأرقام. هل سينجح أو لا؟ هذا شيء مختلف. إذا استطاع ترامب قلب المعادلة فسيشبه هذا ما حدث في انتخابات عام 1948 بين هاري ترومان وتوماس ديوي. خلق ترامب قواعد لعبة جديدة في السياسة الخارجية لم تعجب الديمقراطيين، ولكن قد يضطر بايدن إلى اللحاق بركب بعضها. وانقسم الأمريكيون في الداخل حول كل شيء حتى مواجهة تفشي كورونا. الوباء ضرب القطاع الصحي وضرب الاقتصاد فأعاده سنوات إلى الوراء، وأضر معه بشعبية ترامب حتى في ولايات كانت تناصره قبل عهد قريب، فلوريدا وأريزونا وميشيغان. يحتاج ترامب إلى إنجاز أو إنجازات لكسب ناخبين، أما بايدن فيحتاج إلى استراتيجية للحفاظ على هذا التقدم. أن ما سيستخدمه جو بايدن في الأيام القادمة ضد ترامب مجموعة أشياء إيجابية تخص جو بايدن نفسه، وهي محاولة التركيز على الأقليات وحشدهم. الجزء الآخر هو أن جو بايدن سيحاول أن يتحدث عن مساوئ ترامب التي اشتهر بها. يعمل كل مرشح ما أمكنه لكسب الناخبين، لكن نحو 90% منهم اتخذوا قرارهم بشأن مرشحهم وفق استطلاعات رأي، أي أن أي عمل يقوم به أي مرشح لا يؤثر إلا في قلة قليلة من الناخبين. ومع ذلك فقد تكذب نتائج الانتخابات كل استطلاعات الرأي كما حدث في انتخابات سابقة. كورونا واقتصاد متهاون ومظاهرات مستمرة، كلها تشكل تحديات للرئيس الأمريكي. هي ذاتها القضايا التي تشكل فرصاً للخصم الديمقراطي. تعامل ترامب مع هذه القضايا واستغلال بايدن للفرص هو الذي سيحدد ساكن البيت الأبيض المقبل. ريما محمدية، العربي، واشنطن.